ما دام السيد مقتدى لا يوجه بالتصعيد في الشارع، فاحنا مطمئنين بانه الجمهور الصدري ما راح يصعد بالشارع، لكن احنا ما نريد نحرم عدد كبير من المواطنين من تمثيلهم السياسي في البرلمان وكذلك في المؤسسات التنفيذيه. يعني انا اتمنى بانه حتى لو كانت الكتله الصدريه لم تعود الى البرلمان، لكن يكون لها تمثيل في الحكومه الموجوده، يعني الحكومه التنفيذيه قصدي. فالمفروض بانه مثلا وزارات تكون، المدراء العامين، يعني اليوم الدوله فيها دوله شاسعه كبيره، فيها مناصب كثيره، فالمفروض بانه الجهات التنفيذيه لو خرجت من التشريعيه الكتله الصدريه، لكن في الجانب التنفيذي يكون لهم حقوق و استحقاقات.